مجموعه من الاجتماعات مع الاخوان درنا المديري مشينا عنده ذكرنا كما لاحظ الجميع كان واحد اللقاء الحمد لله كان فيه واحد الحوار اللي كان الحمد لله حوار شفاف وطرقنا لمجموعه من المواضيع اللي تخص نادي حسين اكادير. وكما تعرف الجميع النادي تمر من واحد الظروف اللي هي ما سهلاش وصعبه وتحولات اللي عرفتها الاونه الاخيره لا في الشق الرياضي ديالو فيما يخص تغيير ديال الجانب التقني بالنسبه للفريق الاول بالانتداب ديال سي عبد الهادي السكيتوي، لانه كان الفريق الاول كان يعيش في واحد الوضعيه اللي هي صعبه ومهدد باش ينزل للدوزيام سيري. الحمد لله كاين واحد العمل جبار اللي تيقوموا به الاخوان في الجانب التقني وسي عبد الهادي واللاعبين مشكورين حتى هما، وتنظن بانه الثمار ديال العمل ديال لا الطاقم التقني لا الجسم الاداري والطريقه اللي اشتغلنا بها، واولا المحيط النادي حاولنا ننقيه شويه، وتنظن بانه احسن دليل ذلك هو المقابله ديال امس اللي الحمد لله تمكنا باش ننتصروا فيها، وكان الجمهور كما اشرت ليه كان عنده واحد الدور والدور كبير لانه تمكنا باش ننتصروا رغم انه كنا متخلفين وبقى الجمهور تيساند الفريق ديالو حتى الاخير حتى اخر لحظه. من جانب الاخر تكلمنا في هذا اللقاء مواضيع اخرى تتهم المجال الوضعيه القانونيه ديال النادي. كما شفتوا كان هناك مجموعه تاع المواضيع فيما يخص المنخرطين، فيما يخص الجمع العام غير العادي، فيما يخص الملف القانوني اللي تيهل النادي والتسويه اللي وضعناها كاولويه بالنسبه للتسويه القانونيه ديال الجانب ديال النادي. وايضا هضرنا على المشروع اللي جينا به على اساس باش النادي نحطوه في الطريق الصحيح باش من هنا بعد الاعوام نعطيو واحد الصوره ايجابيه على المدينه ديالنا والجنينه ديالنا، وخصوصا نبداو نحصدوا الالقاب، لانه كما عرفتوا منذ لقبين اللي حصدوا الفريق في 2002 2003 الجمهور ديالنا متعطش وحنا كلنا متعطشين، ولكن هادشي تيبغي الصبر وتيبغي باش نبنيو واحد الفريق يكون قوي ويكون كبير عبر اسس اللي هي تكون قويه، وماشي نبداو نتخبطوا في المشاكل اللي هي تدبيريه يوميه، والحكمه اللي خصنا نوضعوها هي تكون بنيه على واحد العقليه مقاولتيه اللي غتمكننا باش نوضعوا النادي في طريق صحيح ان شاء الله. لا ابدا حنا ما عمرنا رفضنا حتى منخرط، كل ما في ذلك هو اننا نهار تولي المهام ديال النادي في 25 فبراير لقينا واحد اللائحه ما لقيناش ملفات ما لقيناش واحد الوضعيه اللي هي سليمه، اذا حنا اعتمدنا على اللائحه اللي كانت في اخر جمع عام اللي كاينه اللي كان جمع عام انتخابي، وهي هذيك علاش اعتمدنا ورسلنا الدعوات للمنخرطين اللي كاين في اللائحه اللي الوضعيه ديالهم متسويه، وتنظن بانه ما بعد الجمع العام اللي غيكون في 14 في هذا الشهر هذا ان شاء الله غادي نشوفوا الملفات واحد على اخر باش نحاولوا نسوي وضعيه المنخرطين ان شاء الله. الوطنيه غادي تموت، وهذا هو الفكر اللي جاي غير من بعد من هاد من 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 اللجنه اللي وضعته جميع اللاعبين من غير القدم.